أما الله تقول هناك يعني صبغ للأظافر يقال بأنه صبغ إسلامي مثل العدسات يدخل من خلاله الماء والهواء، ما حكم ذلك إذا توضأت المرأة؟ أختي الفاضلة أمة الله، إذا ثبت هذا على أن الصبغ هذا لا يكون عازل ومانع من وصول الماء إلى الأظافر ما في بأس، الوضوء صحيح، لكن هل هذا صحيح؟ أنا أسألك وأسأل كل امرأة الآن تشاهدني، هل فعلا هذا الطلاء طلاء الأظافر يدخل الهواء والماء بحيث لو توضأت المرأة وصل إلى الأظافر؟ إذا كان يصل إلى الأظافر الحمد لله الوضوء صحيح، إذا كان لا مجرد دعاية وكلام ودعاوى ما لها رصيد من الواقع وليس لها حقيقة هذا ما يجوز، تأكدوا من هذا بارك الله فيكم.